يا اهلا بحضراتكم جميعا، حلقه جديده من حديث المساء، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، وان شاء الله يا رب يكون عام سعيد وجميل على كل الناس. النهارده 1/1/2020، اول يوم في السنه الجديده، يا رب تكون سنه جميله وسعيده كلها خير وحب وسلام علينا جميعا، وكل واحد عنده امنيه او عنده حلم يا رب ينجح في تحقيقه، ويا ريت ننسى كل الحاجات الوحشه اللي حصلت في 2019 وناخد عبرة أو عظة منها علشان تكون حافز لينا في السنة الجديدة 2020. امبارح مصر كلها تقريبا كانت في الشوارع، في المولات، في الكافيهات، سينمات، في الأوتيلات، اللي بيحضر حفلة، اللي خارج مع صحابه، اللي مع أهله، وأعتقد أنه رغم البرد أن المصريين كلهم كانوا زي ما بقول لحضراتكم في الشارع امبارح. ناس كتير جدا كانت بتشتكي من الزحمة طبعا، ولكن كانوا مبسوطين بفرحة ليلة راس السنة. احنا هنا في MBC مصر كانت عندنا الحقيقة مجموعة من الفقرات الجميلة والسهرات الحلوة الفنية طبعا كانت مع عدد من المطربين زي ما حضراتكم شفتوا امبارح، ويا رب نكون قدرنا نقدم حاجة تفرحكم وتسعدكم، ويا رب كمان أيامنا كلها تكون أفراح واحتفالات.